Hello everyone, how are you? Now we are reviving unit 3. Try to concentrate and be with us with Hannah and Maryam. Okay, let's start. Who are we? Who are we, okay? Who are we يعني ايه؟ كان. هذا مين؟ كان. لا، ها هي اللي كان. كم؟ لكن هو يعني مين؟ هو يعني ايه؟ مين؟ Who are we يعني احنا مين؟ Who are we يعني ايه؟ احنا مين؟ قلنا قبل كده تفاحة يعني؟ اه بابا. اوكي. وموزة يعني؟ بابا بنانا. اوكي. و برتقانة؟ اورنج. طيب وبطيخة؟ دلوقتي كله هدى هي اللي بتجاوب، هدى هي الاكس. على فكرة احنا كمان الولاد الصغيرين مش حلوين خالص. انا بجاوب على فكرة، هنا ما بتجاوبش. لا طب يلا هنا تفاحة. لا. يعني ايه هنا؟ ابل. موزة. بنانا. تفاحة يعني ابل. طيب برتقانة يعني اورنج. اورنج. بطيخة يعني ووتر ميلون. ووتر ميلون. كمل العدد يعني ايه؟ هاو مين؟ هاو مين؟ هاو مين؟ هاو مين؟ ووتر ميلون يعني بطيخ. ووتر ميلون يعني ايه؟ بطيخ. بطيخ. بنتي يعني ايه؟ جيرل. بنتي يعني جيرل. هاو مين يعني ايه؟ كمل العدد. ماشي. The number of banana، احنا عندنا السيمبل ال greater part of the symbol has the greater part of the symbol is a is towards the bigger number and the smaller part of the symbol is a towards the smaller number. صح؟ صح. يعمل ايه؟ picture graph يعني يعمل رسم بياني للصور. how many boys مثلا؟ how many boys يعني ايه؟ كم عدد الولاد؟ how many boys يعني كم عدد الولاد؟ امال how many girls؟ كم عدد البنات؟ how many girls يعني ايه؟ كم عدد البنات؟ خلينا نكمل. جيتارز، how many guitars يعني كم عدد الجيتارات؟ حسب كم عدد الجيتارات؟ ماشي. اللي بعد كده بقى، طب حيوانات المزرعة يعني farm animals. farm animals. farm animal. farm animal. أو animal farm. برافو. activity. أنا شاطرة. برافو يا هدى. use يعني إيه؟ يستخدم. use أو استخدم. لما الفيرب بيجي في أول الجملة بيبقى إيه؟ بيبقى أمر. ماشي. use يعني إيه؟ استخدم. ماشي. The following paragraph يعني ايه؟ paragraph to answer the question، عشان ايه؟ نجاوب على الأسئلة. اوكي. اوكي. يكتب أو اكتب يعني ايه؟ write. اقرأ يعني ايه؟ read. أمال يقرأ يعني ايه؟ طيب. كنت واخدهم قبل كده. write the number of boys and girls in the picture and use the data. واستعمل الايه؟ الداتا to make the paragraph. استعمل الداتا عشان تعمل الايه؟ البار جراف. اوكي. ويبدا اولاد يعني ايه؟ بليز ليف ماي كوفي. اولاد يعني ايه؟ تشيلدرن. امال ولاد يعني ايه؟ ولاد. بويز. بويز. بنات يعني ايه هنا؟ هنا جيرلز. جيرلز. يساعد يعني ايه؟ هيلب. هيلب. هل. هل ده شكل البار جراف، عشان لو حد قال لكم ايه ده نعرف ان هو الايه البار جراف. وده شكل البيكتشر جراف. طب بايه البار جراف؟ عن طريق الايه؟ المربعات. ماشي. اما البيكتشر جراف عن طريق الايه؟ البيكتشر يعني طريق الصور. البيكتشر. طب 7 is greater than 4. ال7 اكبر من الايه؟ ال4. the bigger part of the symbol is pointing towards the greater number. اما هنا ال4 is less or smaller than 7. the smaller part of the symbol is pointing towards a the smaller number. 3 equal 3. خلاص. تعالوا بقى نشوف. عايش يعني sort the objects يعني ايه؟ وزعوا الاوبجكتس into living or non living. as shown زي ما هو باين in the table below. في التيبل ايه تحت. living or non living. الانسان ده ايه؟ او children دول living. اوكي. is a ball. is a ball living. non living. excellent. what about the tree not
living. Okay, what about the dog? Living. Okay, what about the book? شاطره يا ماري. What about the book? Non-living. What about the insect? Non-living. ليه حبيبتي تسيبي القهوه بتاعتي؟ I have the right to learn, يعني عندي حق اتعلم. To be safe, ان انا ابقى في امان. Share ideas, اشارك الافكار. شارك الافكار يعني ايه؟ Share ideas. طب اتعلم يعني ايه؟ learn. Be safe يعني ايه؟ اتعلم. Be safe, اكون في امان. Be safe, اكون ايه؟ Be safe, أكون إيه؟ فهمي. برافو عليك. I have the responsibility to, يعني لدي المسؤولية إن أنا help other people. عندك مسؤولية. Help family. Follow rules. أتبع القواعد. ماشي. Community helper. الناس اللي بتساعد المجتمع مين؟ Match each community helper with the place where he or she works. The firefighter. Community helper. Yes. طب بيعمل إيه بقى؟ بيطفي النار. برافو. بيشتغل فين؟ في الفاير ستيشن. في المطافي. طيب هنا والبوليس اوفيسر بيشتغل فين؟ بوليس ستيشن. ماشي. في محطة في الاسم او ايه؟ في الاسم. بوليس اوفيسر وركس ان بوليس ستيشن. طب والتيتشر وركس ان ايه؟ وركس ان سكول. تيتشر يعلم. وركس ان سكول. اوكي. طيب والنيرس وركس ان هوسبيتال. النيرس دول كلهم اسمهم ايه بقى؟ كوميونيتي هيلبر. Community helper. Community helper. مكان يعني ايه؟ Place. Circle the tool. Tool يعني الأداة. يعني مثلا هنا بصي. You see here. هنا الفاير فايتر ده بيستخدم أنه أداة. الايه؟ الواتر. المية. اوكي. طيب الانجينير بيستخدم ايه؟ Which one؟ ده انجينير؟ لا ده ايه؟ الجاردنر بيستخدم ايه؟ اكسلنت. بيستخدم الايه؟ this car to drag ايه؟ to the garden. اوكي. and what about this operator؟ والعامل ده بيستخدم ايه؟ البلايرز. البنسة. اكسلنت. طيب اوكي. what about this farmer؟ بيستخدم الاكس. الايه؟ الاكس. الفيس. اوكي. هنا بوليس اوفيسر. بوليس اوفيسر. بوليس اوفيسر. ماشي. اوبريتور. اوكي. نيرس. بلامر. نيرس. تيتشر. اوكي. اوكي. كلينر. كلينر. عامل النظافة. اوبريتور. عامل. اوبريتور. 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 وميكانيك. ميكانيكي. ميكانيكي يعني ايه؟ ميكانيكي. وي نيد واتر. احنا محتاجين الواتر صح؟ وي نيد شيلتر. شيلتر يعني الايه؟ المسكن. وي نيد فود. محتاجين الايه؟ الطعام صح؟ في حاجه اسمها اندستريال جوبس. يعني ايه اندستريال جوبس؟ يعني وظائف اصطناعيه. ميك نيو ثينجز اور فيكس ايه؟ بروكن ثينجز. الصناعي ده يا اما بيعمل حاجات جديده يا اما بيعمل ايه؟ بيصلح ريبير للايه؟ للبروكن ثينجز. اوكي؟ ويصلح البروكن ثينجز يعني الاشياء الايه؟ اللي هي المكسوره. تمام؟ دي اسمها اندستريال. اسمها ايه؟ اندستريال. يعني صناعه. اندستريال جوبس يعني وظائف صناعيه. اوكي؟ اوكي. ميك يعني ايه؟ بيعمل حاجات جديده. نو ثينجز اور فيكس بروكن ايه؟ ثينجز. نوت اندستريال جوبس. الوظائف الغير الصناعيه. طب الوظائف الصناعيه زي ايه؟ زي الاوبريتور ده العامل ده. اوكي؟ وزي الايه؟ وزي الايه؟ الميكانيك والبلامر. اوكي. النوت اندستريال جوبس هيلب بيبل ليرن. بيساعدهم يتعلموا. زي ستاي سيف او ايه؟ ويفضلوا في امان. اور ستاي هيلثي صح؟ نون اندستريال بس مالهاش علاقه بالصناعه. زي التيتشر. زي البوليس اوفيسر. زي الكلينر. زي الدكتور. كل دول ايه؟ وظائف بس غير صناعيه. وي نيد فود. محتاجين اكل ومحتاجين واتر ومحتاجين شيلتر. اوكي. طيب ما البروجكت بتاعنا هنا بقى في الوحده دي ايه؟ ماي فيفورت جوب. Draw yourself wearing the uniform of favorite job. يعني ايه؟ ارسم نفسك لابس. wearing يعني لابس. favorite يعني مفضل. favorite يعني ايه؟ مفضل. وانت لابسه اليونيفورم بتاعك بتاع الوظيفه اللي انت بتحبيها هترسمي نفسك وانت كده. خلاص. وايه تاني؟ stick in the circles. واعملي stick في السيركلز. three tools. تلات ادوات you will use in the job. هتستخدميها في الايه؟ في الجوب دي. اوكي. اوكي. Thank you.
يبقى اندستريال يعني ايه؟ صناعي. ونان اندستريال غير صناعي. اندستريال يعني ايه؟ صناعي. ونان اندستريال غير صناعي، وظائف غير صناعي. ماشي اوكي. ريسبونسبيلتي يعني ايه؟ مسؤوليه. ريسبونسبيلتي مسؤوليه. ماشي. ريسبونسبيلتي يعني ايه؟ مسؤوليه. وي نيد، محتاجين فود وور وشيلتر، مكان نعيش فيه، وايه وفود واكل وشيلتر. ستيك تول يعني الزقي ايه؟ اداه. هنا الزقي اداه. اداه يعني تول. اداه يعني ايه؟ تول. اهم الكلمات في الوحده دي ايه؟ يتعلم يعني ليرن. ليرن. نبقى في امان يعني ايه؟ بي سيف. بي سيف. بي سيف. بي سيف. نشارك الافكار يعني ايه؟ شير ايدياز. شير ايدياز. شير ايدياز. فود يعني اكل. فود. ميه يعني واتر. شيلتر يعني ايه؟ شيلتر يعني ايه؟ مكان اللي انت عايشه فيه البيت ده اسمه شيلتر. اوكي؟ اوكي. هنا بقى ذا سيم اراوند اس، العالم من حوالينا. هنتكلم بعد كده المره الجايه ان شاء الله عن اور انفايرمنت، عن البيئه بتاعتنا. ماشي. ومحتاجين ايه ومش محتاجين ايه. اوكي. زي ما احنا قلنا فود وورا وشيلتر. اوكي. محتاجين شير ايدياز وليرن. هيتكلم بقى عن ايه اللي في البيئه دي، وايه الليفنج والنون ليفنج ثينجز. اوكي. حاجات كلها اساسياتها احنا خدناها. تراي تو انجوي اند فولو اس. باي باي. باي. حقوق يعني ايه؟ رايتس. 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 اللي بعد كده تريس ذا ووردز يعني ايه؟ دي على كلمات دي ماتش ايتش باك بيكتشر، وبعدين اعملي ماتشنج للبيكتشر وذ ذا سوتابل سنتنس. وي هاف ذا رايت تو ليرن، عندنا حق نتعلم صح؟ فين؟ ان سكول او ات سكول. وي هاف ذا رايت تو بي سيف، ان احنا نبقى في امان. ده هنا. وان زي كروس ذا اي ستريت. وي هاف ذا رايت تو شير ايدياز، هنا شير ايدياز ايه؟ يشاركوا الايه؟ الافكار. يعني ايه شير ايدياز؟ يشاركوا الافكار. شير ايدياز يعني ايه؟ شير ايدياز يشاركوا في الافكار. يتشاركوا في الافكار. يشارك في الافكار يعني ايه؟ شير ايدياز. حق يعني ايه؟ رايت. بي سيف يعني ايه؟ يبقى في امان. اللي بعد كده ليرن يعني ايه؟ يتعلم. طيب اي كان فولو رولز يعني ايه؟ فولو رولز، اتبع التعليمات، وده الصح او القواعد. لما تكوني مؤدبه بتتبعي القواعد. اي كان هيلب، اقدر اساعد. كان يو هيلب؟ يس. يس اي كان. ماشي. كان يو فولو رولز، تتبعي القواعد؟ yes. لان الانسان اللي كانت فولو رولز از كايوتيك، بيبقى همجي. ماشي. okay. طيب اللي بعد كده بقى سيركل ذا رايت بيهافير ان جرين اند رونج بيهافير ان ريد. طيب الرايت بيهافير ان انا اعمل ايه؟ ميك ذا بيد، ارتب السرير، ده رايت. تمام. ان انا ايه؟ اساعد. هيلب ذا اولد، ده رايت. يس. ان انا موك فريندز، اتريق على اصحابي، ده رايت. نو. ان انا ايه؟ ثرو ويس ان ذا بن، ده رايت. يس. نو. نو. ولا لا رايت صح. صح. هي ايه؟ ثرو. ثرو ان هي ايه؟ تعمل ايه؟ تحط في في الباسكت او في البن. ثرو ايه؟ throw garbage in the basket. okay. طيب اتكلم اثناء الدرس والعب، يعني play ايه؟ during the lesson. right. no. excellent. fight with friends. right. no. okay. learn. I have the right to learn، لدي الحق ان انا اتعلم صح. do you have the right to learn، تتعلمي. yes. be safe، تبقي في امان. yes. share ideas. يبقى يشارك الافكار يعني ايه؟ share ideas. يشارك الافكار يعني ايه؟ تعالي بقى. لا انا عايزه. لا انت روحي في داهيه، ده انت هتنضربي علقه. انا بخلص مع مريم المنهج اهو. يلا. تركبي تحليلي بقى انتي و ابقى احط لك. تعالي بجيبي معاكي. تعالي كده. لا بكره انتي هتيجي وايه وانا احط لك.
عشان بكره الجمعه. بقى هنا بقى ايه لسه ما كملناش انت درست شوفها يعني ايه butterfly. طيب انسان يعني ايه human. 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 Dog يعني كلب. Dog يعني كلب. Bird يعني طائر. Bird يعني طائر. شجرة يعني tree. شجرة يعني tree. Non-living thing. دي الحاجات اللي ايه living. زي الايه human, dog, tree, butterfly, bird. كل دول living things. ماشي. بعد كده في non-living things. اشياء غير الحية. زي chair, book, bag. كار بول دي الاشياء اللي doesn't have a soul يعني ما عندهاش ايه روح. ماشي. اللي بعد كده بقى living and non living things. living things ها و non living things. احنا قلنا living things زي ايه tree, dog, human, bird, butterfly. هو يعني ايه human؟ human انسان. برافو. طب non human being او non living things او non human being يعني غير الانسان زي ايه؟ اقول لك non living كله. chair, book, bed, bowl, car. Excellent. اللي بعد كده بقى writing living things و non-living things. بعد كده عندنا our community المجتمع بتاعنا زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت. activity يعني ايه؟ نشاط. مجتمع يعني community. circle what you see in your community. اللي تشاهده في المجتمع buildings و car yeah. beach yeah. بس your community دلوقتي ما فيهوش beach فممكن اخد البولدنج والكار. ممكن اخد السكول واخد الايه واخد الهوسبيتال ده كله حواليا. ممكن اخد الايه اللايبراري واخد الفارم. الفارم لا.